حتى الآن أفضل نتيجة لدينا ماريون هيوز 42 ثانية وأربع أخطاء. الآن عبد الله شربتلي أيضا يفوق يعني عم يدخل مع توباليو. عبد الله مرشح قوي هو والفارس التشيكي، اتوقع ان ادائهم سريع. انا ما بعرف ليه، انا بتمنى لعبد الله الفوز، ولكن احساسي ديفيد عندي ايضا فارس سريع من التشيك، بس الحاجز الاخير صعب جدا، يعني اشوفه معظم الخيول تواجه مشكله فيه. يعني الان بتوجه عبد الله بالتوفيق. طبعا علي ان اكون سريع وبنفس الوقت بدون اخطاء. نعم هون في تريبل، لا عفوا الدبل اي وبي. نفس الخطا هون عم يسرع، اشتغل على الزمن بقى. رجعت عبد الله الشربتلي اربع نقاط جزاء، لكن سجل 41 ثانية و13 جزء من الثانية الاول حتى الان، ولا واحد حتى الان كلير، ولا واحد فعلا كلام. في الحاجز رقم 7 يعني يواجهون فيه مشاكل.